قال انه شخص فقد جوازه، شنو الاجراءات اللي ما يراجع غرامات؟ اي نعم، يراجع المحاكم المختصه بتقديم بلاغ واخبار، مستصحبا مع ذلك القرار القضائي الخاص بي، وتروج المعامله، بالاضافه انه المحكمه الاتحاديه نفت بالاونه الاخيره بعدم دستوريه الفقره الرابعه من الماده 10، حيث كان يحرم المواطن من السفر لمده 3 اشهر. اليوم ماكو هذا الشيء، اعتمدت فقط اخذت جانب الغرامه ويبقى يتمتع المواطن بالسفر، لكن هذه الاجراءات القانونيه لازم تتخذ، يعني لازم يراجع المحكمه والمحكمه توجه لنا واحنا نكمل اجراءاتنا البقيه. نعم، يعني اجراء روتيني. بالنسبه للغرامه، الغرامه يحددها القاضي، حسب القاضي. اي القاضي يحدد. نعم نعم. زين، اكو ناس يعني هواي تساؤلات تجينا على موضوع الجواز الورقي لمنافذ، يحق للشخص انه يسافر لو شرط انه يحول الكتروني الله يقدر يسافر؟ يعني المنافذ يعني ما منتهي صلاحيته؟ ما منتهي صلاحيته، يقدر يسافر به اليوم. نعم، يستمر العمل به، العمليه متوازيه، ولا زلنا لحد اليوم احنا نصدر الجواز. هواي ناس اليوم يعني عندها تساؤل حول هذا الموضوع، يعني ايش عجب انه من خلال مواقعكم يعني ما مبلغين بهذا الشيء؟ حول شنو ما مبلغين؟ يعني انه اليوم اللي منافذ جوازه يقدر يسافر به. الجوازات الورقية سارية المفعول يقدر المواطن يسافر بها خارج البلد. نعم.